حبيبي. كيف أمر عسيابيس؟ كتير منيحة. إجا حبي وما رح كون مجنونة الحارة مثلها، وما رح علق صورك على حيطان البيت كله. شو صار لك؟ عم تخرفي صايرة؟ انسى ولا شي. بعدين فايقة بكير اليوم، لابسة ومحضرة حالي كرمالك ومجهزة سفرة بتاخد العقل. ورجيني. كتير حلوة جيهان. رح ضل جنبك وما رح اتركك. رح تضل جنبي؟ طبعا. اوه عن جد مشتغلة ومعزبة حالك، شو لفتي لي يا برا؟ اليوم عملت معكرونة. الوحدة لما يطلع حبيبها من الحبس بتعمل له الأكل اللي بيحبها. أو بتبوسه. أنت لسه ما جعت؟ شوفي جيهان. ما في شي. قولي شوفي. ما في شي. جيهان. حبيبي صدقني مو صاير شي. جود خلينا نروح على مكان ما حدا يلاقينا فيه لو سمحت. حبيبتي. لوين ما بدك بروح. بس بالأول بدي أكل. يلا غسل إيديك وتعال.